مشينا درس دور باش نقضيو، هذا اول حانوت مشينا له. كيما وريتكم قبل برشا حوانت في دوسلدورف بصراحه روعه، حوانت عرب كيما هكا كيما هالحانوت، فيه برشا حوايج مثل تقليديه من المغرب، فيه برشا حوايج بصراحه، فيه برشا ديكور للقهوه للتاي، فيه الصينيات اللي ديما ناخوها رمضان، اسوانها بصراحه غاليه برشا مقارنه برشا محلات، لكن عنده برشا حوايج سمحه. زاد نمشيو ديما الحلوي طنجه نشريو من عندهم الحلو، نشريو المسمن، نشريو حلويات رمضان، الخبز الأغلبية عندهم الميلفي والمسمن. فما برشا حوانت في دوسلدورف كيما هكا، فما زادا يعني حانوت جديد نتاع حلويات تحل في دوسلدورف روعة بصراحة، عنده الميلفي كيما نتاع تونس بالضبط. نمشيو زادا نشريو الحم، احنا بصراحة في الدار نذبحو، يعني احنا العادة نعملو علوش ولا نص علوش، نتشاركو مع شكون في الخدمة ولا نزورو هذا المحل موجود في دوسلدورف كيما تعرفوا. بصراحة عنده اللحوم ما شاء الله أنواعها وأشكالها والأسوان معقولة، ناخذ من عنده الحوايج يعني اللي ما نجموش نتحصلوا عليها بكل سهولة لهنا، كيما الدجاج والحم المفروم. الأغلبية ديما نشري من عنده الدجاج والحم المفروم، بصراحة عنده الحم المفروم 100% يعني طبعا حلال وروعة بصراحة. ونمشي الأغلبية ديما المحل هذا المغربي، يعجبنا أحسن محل نشري من عنده. الأسوان كيما تشوفوا معقولة، مش غالي برشا برشا بصراحة، يعني في بعض الأحيان الأسعار تختلف على الأسعار المحلات الألمانية، الأسعار مرتفعة أو منخفضة. احنا الحاجة اللي نقاوها مثل منخفضة نشريوها، والحاجة اللي نقاوها سمها مرتفع نجمو ناخذوها مثل من حانوت آخر مثل من ليدل. لكن اللي حظنا عنده الطماطم رخيص، الفلفل رخيص، وبرشا حوايج رخيصة. تشوفوا ما شاء الله في رمضان كل شيء متوفر، والناس ما شاء الله تقضي. الأسعار بصراحة عجبتنا لهنا في المحل هذا، أسعار مقبولة، حتى الداخل عنده أسعار مقبولة. للأسف إلا الطماطم المركز كان الأسعار مرتفعة جدا، وعنده مثل الطماطم أسعار مقبولة مش كما المحلات الأخرى 5 أورو 4 أورو، كما نشوفوا لهنا الكيلو 3 أورو، حاجة مقبولة ويعني طماطم سمحة. احنا خذينا بصراحة كمية كبيرة باش نجمدهم. كما تشوفوا زادة عنده الخبيزة، احنا في تونس نقولوا عن الخبيزة، برشا ناس سألتني مين نشري الخبيزة، موجودة في دوسلدورف في المحلات العربية كما تشوفوها. يعني انا في بالي الربطة، يعني كما نقولوا الربطة في بالي 2 أورو، بالحق سمها مرتفع، فما بعض الناس تحب تطيب بها وتحب تستعملها، موجودة لهنا في المحلات العربية. نخليكم تو تشوفوا جولة صغيرة في المحلات باش تروا كل شيء متوفر ما شاء الله، وتشوفوا زادة الأسعار. رمضان هذا واحد هكا؟ يا هيك هو. أنا نحب الفلفل والسناريا، الفلفل والسناريا هذي. نريد هذه هي القضية من المحلات المغربية كما تشوفوا، قضية متنوعة اللي يكفينا للرمضان وبعد رمضان طبعا، خاطر ما شاء الله كمية كبيرة دونك، يعني حتى بعد رمضان. فما هذا الحلال متاع تونس موجود عند المغاربة تو المثل، هذوما الحوايج متاع تونس متاع إيطاليا كيما هكا، الكل من المحلات المغاربة من دوسلدورف، الحوانت متاع العادة اللي ديما نقضي من عندهم. خذيت الحلال بكمية كبيرة، خذيت هذه النواصر وردة كيف كيف ماركة تونسية، النواصر كيما تشوفوا لهنا كيف كيف، هذو ما زاد النواصر. هذه الوردة خذيت المقرونة
شوف المقارونه مثلا ما ناكلوش برشا مقارونه بصراحه في رمضان، يعني بيان سور ناكلو شوربه، لكن طبعا لازم نطيبها لولدي ولا مثلا لينا مره من المرات في العشاء. هذه كيف كيف الورده، خذيت هذه الشعريه الصينيه تشوفوها أسوين بالحق بيان سور، تبدلت الشعريه الصينيه زوز اورو. هذا يعني الفارينه نتاع الحمص، احنا في تونس نطيبوا بيه حلو اللي هو اسمه الحمصيه. الكمون زوز اورو 20، التاي الصغير 200 غرام زوز اورو 50، والتاي الكبير 5 اورو 50. يعني من المستحسن تشري زوز صغار. فما زاد الشاميه بصراحه، هذه الشاميه التونسيه، يعني اي نوعيه نتاع شاميه راهي الاسوام الكل ارتفعت. هذه 3 اورو، اللي بالفستق 5 اورو. هذا نورمال موسومو، كان صدقني ربي زوز اورو، زوز اورو 20. كل محل مغربي يبيع بصراحه، حاجه تاسف للاسف، كل حنوط مغربي، كل محل مغربي يبيع باسوام يعني في بعض الأحيان 50 سنت مختلف، ولا 1 أورو مختلف، ولا 20 سنت في بعض الأحيان. من الأفضل قبل ما تشري القضية متاع رمضان تزور المحلات المغربية الكل باش تاخذ فكرة على الأسوام، يعني الأسعار. هذا 1 أورو 80 هو سعره الأصلي، زوز أورو 20، لكن عامل برشا تخفيض في التوابل. هذا 1 أورو 80. خذيت زيت الكركم الحار، خذيت برشا توابل، يعني ما غير ما نخليها لهنا حبيت نقول لكم الأسعار في بعض الأحيان فيها تخفيض، ناخذ كمية كبيرة. خذيت بيان سور الزيتون، كمية تكفينا الزيتون الأخضر والأكحل كما باش تشوفوا في الفيديوهات. الكمية هذه بصراحة تكفي يعني تكفينا الرمضان. وخذيت هذوما ديما نمشي للمحل هذا، عندهم برشا حلويات سمحة ما شاء الله تبارك الله عليهم. المحل هذا بصراحة أنا ما ناكلش كل شيء لأني يعني متسانسة بنوعية حلو أخرى في حياتي ناكلها، أما عندهم ديما الحلويات هذوما ما شاء الله الرمضان. هذا مقروض مغربي مختلف برشا برشا في الطعم على المقروض التونسي. هذا احنا نقوله صمصة أو بريوات، هذه بريوات حلوة. فما الزلاب يشرينا فقط كعبة كعبة بصراحة. خذيت زادة الخبز كما تشوفوا، الأيامات الأولى يتجمد راهو، حتى الخبز يتجمد، وزادة في النهار الولدي كي يبدا جيعان. هذا هو المحل اللي ديما ناخذو من عنده من دوسودوف، ناخذو من عنده برشا حلويات بصراحة، بيصير الحلو ما نجمدوش بصراحة. خذيت الميلفي، كمية تكفينا للأيامات الأولى. خذيت الميلفي كمية صغيرة تكفي، إن شاء الله بعد الواحد يزيد إذا قدر مستطاع. طبعا في كل رمضان ناخو هذوما، يعني قد ما الواحد ياخو منهم ما يكفيش بصراحة. هذوما كالعادة هذا باش نطيب فيه في الفور، ناخو ديما أنواع وأشكال مختلفة باش نطيب فيه في الفور كيما نشوفو هكا. وهذا باش نحضر فيه الحلو والخبز الرمضان. عندي الحجم الكبير بصراحة ما شاء الله، قعد كان صدقني ربي عام عام ونص ولا أكثر قعد بالحق مدة طويلة. وهذا تو الحجم الصغير، اختلفوا الأسعار يعني بالحق الأسعار غليت، يعني تقريبا الواحد زاد 1 أورو نص ولا زوز أورو. فما الكبار وفما المتوسطين. خذيت هذوما عندهم برشا حوايج سمحة، تو إن شاء الله نوريكم في الفيديوهات المحلات. خذينا كالعادة هذوما يعجبوني بصراحة بنين ما شاء الله، الهاواي والبومس. خذيت هذوما، ناخذوا أوكا كمية كبيرة خاطر احنا نعيشوا في ريف، ما عندناش محلات، لازمنا سفرة طويلة لدوسودوف، هيك علاش ناخذوا كمية كبيرة. هذوما للصغار للكبار، روعة بصراحة من محلات المغاربة. فما أنواع وأشكال، أسعارهم يعني سمحة معقولة. خذيت هذوما للوش المشوي تاع رمضان، وهذه ورق البريك. سألتني شكون وسألوني ديما الأغلبية، سامحوني كما رجعش برشا تعليقات ديزولي. هذوما ورق البريك، هذا ورق البريك صدقني ربي والله ما نعرف، تونسي مغربي كيف كيف الكلنا كيف كيف، الكل نفس البنة، برافو عليهم. هذا أحسن ورق بريك يعجبني. فما ماركة أخرى تونسية لونها في بالي أزرق البكو وحجمها صغير، بصراحة ما يعجبنيش لأنه خذيته قديه من مرة وكل مرة نفس المشكلة، أنه يعني الورقة تتكسر برشا، يعني تجين الورقة تشيحة، يمكن لأنها قديمة ولا حاجة، ما بالحق الورقة شيحة. هذه أحسن ماركة، تو نوريكم ماركة أخرى صينية تجمو تستعملوا حتى الورق الصيني. خذيت برشا بصراحة كمية كبيرة، جست ما تحطهمش في الجلاسير لأنه الورقة تعدم. خذيتهم يوفيو شهر 6، يعني يكفيوني بصراحة. هذه هي قضية رمضان
كما تشوفوا ما شاء الله هذا هو الفينو، هذا دقيق الفينو اللي هو السميد الارطب الحق ارطب بالباهي للمسمن للخبز. كيما هكا الخبز هذا نشريه من المحلات المغاربه تحشبني هالماركه، فما ماركه اخرى شن كيما احنا نشريو 5 كيلو 10 كيلو بصراحه برشا يعني بالواحد. اذا انت عائله كبيره ننصحكم به، احنا ثلاثه ناس بصراحه استعمل كل نهارين ثلاثه ايام الواحد يستعمل الفينو، ننصحكم بال 5 كيلو بصراحه روعه تكفيني رمضان كامل حتى بعد. بالنسبه لطاوله اول يوم رمضان اول حاجه بديت بها الفطائر، الفطائر هذه الوصفه ان شاء الله تو نكتبها لكم في صندوق الوصف، وصفه ديما نطيب بها بصراحه جربت وطيبت بها. اول حاجه باش نحط الماء، يعني اول حاجه نحط السوائل اللي هما الماء الزيت العظام واليغورت كالعاده المكونات الكل ان شاء الله تقاوها في صندوق الوصف. بصح بصراحة العجينة راهي مش نورمال بالحق، عجينة رطبة تجم تعمل بها فطائر حلوة وفطائر زادة مالحة. أنا الأغلبية نعمل بها مالح في رمضان وحلوة مثل في الأيامات العادية. نحط السكر والخميرة وبعد نحط أربع كيسان نفس الكيس القياسة اللي قصت بها، باش نحط أربع كيسان فرينة ونحط اليوغورت ونخليها العجينة تتعجن. تجم تعجنها زادة بيديك لمدة 10 دقائق وتخليها تخمر من نص ساعة أو لين حجمها يولي يعني ضعف، يعني يولي مرتين الحجم حسب حرارة المطبخ. أنا كما تشوفوا ديما نستعمل أغلبية العجينة في رمضان يسهل لي أكثر، ننصحكم تشريو منها. جاو برشا بومو في ليدل جايبين عجينة خبز روعة بصراحة، ماركة ليدل كما تعرفوا روعة بصراحة عجبتني العجينة. بالنسبة للعجينة باش نخليها من نص ساعة الساعة حسب حرارة الكوجينة كما تعرفوا. ولهنا باش نبدا نحضر التمر، لهنا بصراحة احنا ديما نتعاونوا في الكوجينة كما تعرفوا من فيديوهاتي القديمة، او كهو ساعات يعمل بريك يعمل التمر يعاوني يعمل حاجة حلوة بصراحة في رمضان. هو بالحق احنا نقولوا رمضان يجمعنا ورمضان فيه يعني المدة والمحبة، طبعا في رمضان لازم ديما نتعاونوا في الطاولة وحاجة ديما نقولها ساي هذا هو التمر. احنا ديما نعملوا التمر بالزبدة والشامية واللوز. بالنسبة للشوربة ديما نعمل نبدأ بشوربة تونسية في الأيامات الأولى، خاطرنا عائلة كاملة تونسية نبدأ بالشوربة التونسية. هذا اللحم سبق وقسمته، شيء الشوربة سهلة يعني سبق وخليت الوصفات نتاعها قبل في الفيديوهات في رمضان الفات اللي فاتت، تو نخلي إن شاء الله الفيديوهات نتاع الروابط الوصفات هذه الكل. شوربة عادية جوست يعني فيها اللحم والبصل والطماطم الكركم والفلفل. ولهنا باش نبدا نحضر الحشوه نتاع الفطائر، لهنا عندي صدر دجاج قصيته صغير مع بصله، وباش نضيف له اربع حبات طماطم رحيتهم بالطريقه هذه، وبعد في المرحله الاخيره تو نضيف الثوم باش نعملها يعني حشوه بسيطه بالدجاج والخضره اللي هما بصل وطماطم. باش نعمل مغرفه كبيره طماطم مركز، مغرفه صغيره او مغرف او نص مغرفه كبيره فلفل حلو، نص مغرفه صغيره كركم وشوية فلفل أسود وشوية ملح ونخليهم يتخلطوا. أنا ديما هذه الأغلبية الحشوات متاع الفطائر نعمل التوابل هذوما وجست بصل وطماطم، ولا ساعات في بعض الأحيان كما تشوفوا لهنا بطاطا نعمل بطاطا بصراحة تجي روعة وبنينة. وإحنا في رمضان نحتاجوا النشويات باش نرجع النشويات اللي فقدناها في اليوم، هيك علاش ديما نطيب الأغلبية الحشوات بالبطاطا. بالنسبة للسوب أو الشوربة، الشوربة تونسية خليت الطماطم يتقلى شوية وأضفت في الأخر حبة طماطم مع الثوم ورحيتهم. نحب ديما الطماطم والثوم يكون مرحي في الشوربة بالطريقة هذه خاصة الثوم، نضيفه في بعض الأحيان بعد ما نقلي الصوص متاع الشوربة. وبعد نحط الماء، لهنا احنا باش نعمل شوربة متاع نهارين باش هكا نريح على روحي بصراحة. في بعض الأحيان نحط حتى الشوربة لثلاثة أيام. بالنسبة للمشوي اليوم قررنا نعملو كبدة، تفهمنا كبدة دونك احنا نحبو الكبدة في رمضان بصراحة، نعملها في شكل صوص مع الطماطم والبصل ولا نشويها. باش نشوي الكمية هذي كيما تشوفو نقصها جويدة كيما هكا. وسر الكبدة كي تبدا مشوية على النار لازمك تطيبها على نار باردة، ننصحكم ديما طيبوها على نار باردة يعني تكون مشوية على نار ضعيفة بالحق تجي بنينة بنينة برشا.
سيب ريسك أصعب حوايج، كملتهم، كملت الحشوة متاع الفطائر، حضرت المشوي، وبديت في البطاطا متاع البريك. احنا ديما نعملو البريك التونسي في رمضان، لازم البريك التونسي كل نهار. بالنسبة للحشوة قسمتها على زوز، خليت حشوة عادية لولدي، والحشوة الثانية عملت فيها يعني نصف ثاني نعمل فيه معدنوس والحار. لا مريقل جبه خلاف البريك سيتو. توا باش نبدا في الفطائر، حضرت جبن عندي الموزاريلا، عندي جبن الاحمر، وعندي جبن الكودا. عملتهم في الشكل هذا، شكل باكيت، حاجة سامبل، حاجة بسيطة. نخليهم في الفور على 220 درجة لين يحمروا ويتنفخوا. يقصد المسمن. عم بتقول كيزة. اوكي. هذا كنت حضر طاولة رمضان، طاولة أول يوم رمضان. بصراحة الأول يوم ما ناكلوش برشا وما نصنفش برشا، أنا الأغلبية ديما يعني نعمل طاولة بسيطة واقتصادية باش ما نعملش الإسراف في الأكل. كيما تشوفوا شربة فطائر وبريك، عنا برشا حلو بصراحة في الدار، لكن نفضلوا أول حاجة ناكلوا تمر. عنا الخبز، عملت كبدة، الأهم حاجة احنا بالنسبة لنا الشربة والبريك، وبعد إن شاء الله ناكلوا المدوف. لكن كيما تشوفوا بالحق طاولة مزينة وبسيطة واقتصادية، وأهم حاجة يعني تشبعنا بدون إسراف. إن شاء الله عجبكم الفيديو، وإن شاء الله استمتعتوا بالمشتريات، وإن شاء الله نتمنى لكم رمضانكم مبروك. السلام عليكم. صلى الله عليه وسلم. هذا الصوم الحقيقي، نبعد عن أنفسنا الكلام البذيء، المساس بأعراض الناس، النميمة، الغيبة، حتى نجنب أوطاننا، أوطاننا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وهي تعيش التحدي.